قال يوحنا الرسول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. دعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس، ونفد الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعة بعد. فقالت أمه للخدم: افعلوا ما يأمركم به. وكان هناك 6 أجران من حجر معدة لتطهير اليهود، يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. فقال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس الوليمة. فقدموا، وذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعلم من أين هو، والخدم الذين استقوا يعلمون. فدعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودة، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل، فأظهر مجده، وآمن به تلاميذه. حقا والأمان لجميعكم.